باني ماذا يفعل في هذه الكرة وهذه الضربة الجزاء عن طريق المهاجم بيروتي. جول أمر المباراة، شجاعة كبيرة لعبوا بها عناصر فريق جينوا هذه المباراة رغم الاندفاع الكبير من جانب عناصر فريق لاتسيو في بداية اللقاء. خروج كاتالدي طرد الحارس ماركيتي ودخول إتريك بيريتشا حارس مرمى الألباني في تشكيلة فريق باني. ماذا يفعل في هذه الكرة وهذه الضربة الجزاء عن طريق المهاجم بيروتي. جول أمر المباراة، شجاعة كبيرة لعبوا بها عناصر فريق جينوا هذه المباراة رغم الاندفاع الكبير من جانب عناصر فريق لاتسيو في بداية اللقاء. خروج كاتالدي طرد الحارس ماركيتي ودخول إتريك بيريتشا حارس مرمى الألباني في تشكيلة فريق